دكتورة، يمكن لي ناخد واحد الدواء تسلل الصريخ؟ خصني نعرف باللي يمكن لي ناخد الدواء حتى نهار الاخر ديال الشهر اللي كيكون مكتوب فيه، وباللي واحد الدواء اللي داز له الصريخ نقدر ناخده وما يكون ملي حتى حاجه، لان تو سامبلومون معي ادينيش ولكن ما يعملليش منفعه لان كيكون لي في ديالو ما بقاش صالح. ولكن المشكل اللي كيطرى هي ان كاين شحال ديال لي ميديكامون اللي ملي كيدوز الصريخ ديالو كيرجعوا مسمومين، كيرجعوا عندهم واحد لي في سيكوندير، كيرجعوا يضروا الجسم ديالي. على داكشي مهم تكونوا تحترموا هذيك لا دات دو بيرامسيون، لان تعملت بريسيزيمون حيت حتى لذاك الصريخ هذاك عندك لا غارونتي بلي هذاك الدواء ما عندوش اضرار للجسم ديالك. ولكن ملي كنخليه يفوت هذيك التاريخ هذاك اي حاجه تقدر توقع، ومن الاحسن نحتفظوا على الدات لان نقدروا نكونوا في حاجه ونصدقوا في اخرى. وعرفوا بلي دائما لي ميديكامون نو سولمون خصنا نديوها في التاريخ ديالهم، ولكن خصنا نشوفوا ليطا ديالهم. يعني اذا حسيت بلي ان كومبريمي ملي فتحته اللون ديالو تبدل، ولا مثلا ان كومبريمي اللي خصو يكون يابس بان لي بلي شويه فازك، كيبغي يقول بلي كاين مشكل، يا اما تخلوا الريح يا اما لو باكي ديالو تحل. دونك دائما نردوا بالنا في التاريخ ونردوا بالنا في لا كونسيرفاسيون ديال لي ميديكامون باش المفعول ديالو يكون مزيان للصحه ديالنا وماشي العكس.